في لحظة اتجهت فيها أنظار العالم كله لقطر، بدأ فعلياً مشوار بطولة كأس العالم 2022. حفل افتتاح بسيط ولكنه رائع، بيحمل رسائل في منتهى الأهمية، رسائل بتتكلم عن الوحدة والسلام في حضور طبعاً فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ومجموعة من رؤساء وملوك الدول العربية، وفي حضور أيضاً جاني إنفانتينو رئيس الفيفا. كل التوفيق لقطر في تنظيم رائع للبطولة، وكل التوفيق للمنتخبات العربية. قلوبنا مع المنتخبات العربية والأفريقية، إن شاء الله بإذن الله يقدروا يعملوا حاجة في المونديال تفرح الشعوب العربية اللي بتستضيف أراضيها البطولة لأول مرة في التاريخ. الحقيقة يمكن لحظات وتبدأ أولى مباريات البطولة اللي هنتابعها معاكم على مدار 28 يوم بالتفصيل، كل يوم تقريبا أربع مواجهات في الدور التمهيدي هنتفرج عليهم وهنتابعهم وهنحللهم وهنشوف إيه الجديد، مش بس في ما يتعلق بتنظيم البطولة لكن إيه الجديد في عالم كرة القدم اللي هنشوفه لأول مرة في التاريخ في مونديال قطر 2022. فاصل سريع ونبدأ حلقة النهاردة من السادسة.